كريم. بحديث البلد داليا، يعني انا كان بدي يجي ست تقعد من هيدي الميله لتخفف عن قليل شوي، مخجله كل الوقت ليكي على ماسك ايدين وعلى والبنت خجوله. اهلا وسهلا فيك داليا كريم، وثانكيو لانك يعني قدرتي تقطعي مع انه بعد شوي عندك طياره. مزبوط. عرفنا رح نخبر ال عم تيجي جبتيها الطياره؟ اجت لحالها. اجت لحالها. داليا انت مهندسه ديكور لبنانيه، درستي بالمانيا وكملتي بالجامعه الامريكيه ببيروت، ومن 4 سنين اتجهتي للتلفزيون من خلال تقديم برنامج داليا والتغيير المستمر. اتفقنا برا انه صار هو اسمه التغيير، انا داليا. اوكي، يعني داليا وماريو، داليا والتغيير. المستمر على شاشه الاو تي في. داليا قدمت لغايه اليوم اكثر من 230 حلقه من هالبرنامج اللي بيهتم بترميم بيوت العائلات المحتاجه، وكثير حلو لانه الناس غير انه عنصر المساعده فيه انه بيشوفوا هالميتامورفوز هالتحول بين قبل وبعد والنتيجه النهائيه. بدايه داليا، كيف بيتم اختيار هالعائلات وعلى اي اساس؟ اوكي، اول شيء مساء الخير ميشو، كيفك؟ بيتم اختيار البيوت، اكيد بيجينا كثير اتصالات لانه حاطين رقم تليفون نحن بيمرق على شاشه التلفزيون، وعلى الفيسبوك وعلى الانستغرام كثير بيتواصلوا معي ناس، وطبعا في فريق العمل اللي بيساعدني بيروح بيكشف على الحاله وبندرس وضعهم، اذا لقيناها مناسبه ومزبوط هني بحاجه تانه نساعدهم. نعم. فدغري بنبلش بتصليح البيت، ومثل ما بتعرفوا بنغير البيت كله بننفضه، لانه ميشيل كان عم بيقول لي انه هو بالجبل البيت جديد، بس قلت لي شقه بيروت بدها نفضه، ما هيك؟ في كذا شقه، في كذا شقه بدهم نفضه. والله في كذا شقه، في جارسونيير يعني، في وفي في انت بدك نفضه قبل الشقه. برافو، ميرسي، اخذت حق مدامتك. بحياة الله، انا استحيت انا اقولا. على كل حال داليا عم تهتم كمان بالتجميل، هلا رح نرجع نحكي معها بعد شوي. داليا، اي بيت من هالبيوت اللي زبطيهم اثر فيك اكثر شيء هيك وبتحسي ما بتقدري تنسيه؟ هلا تقريبا كل البيوت اللي بعملها كثير بتاثر فيي، كرمال هيك اليوم صرت تقريبا باخر الموسم هربانه بس لارتاح شوي صغيره. حالي كثير اثرت فيي هي ست اسمها صوفيا الله يرحمها، عايشه كانت بمأوى للمسنين، وكانت مضيعه اولادها صار لها شي 50 سنه تقريبا ما بتعرف عنهم شيء، واولادها مفكرينها ميته لانه يعني اولادها كانوا بمطرح للايتام، هي طلقت هي وجوزها، ومن بعدها يعني اجت فجأة يعني بدها تشوفهم بالميتة مثل ما كل يوم بتعمل بتاخذ لهم اكل وهيك، اللي صار انه قالوا لاولادك فلوا ما بنعرف شيء عنهم، اخذهم جوزها وسفرهم على امريكا وانقطعت كل العلاقات فيهم، وهي يعني ما عاد تعرف عنهم شيء، كانوا كثير صغار. عملت الحلقة انا معهم ببرنامجي داليا والتغيير، فبأمريكا كانوا عم يحضروها للحلقة، وهي قالت اسمها، عرفوها من اسمها، تواصلوا معي وكل الوقت يبكوا على التليفون انه امنا بعدها عايشة وهيك، قلت لهم انا ما فيي الا لانه عمرها 80 سنة وعندها كثير امراض ومعها بالقلب وهيك، قالوا لي طب نحن فرجيها صورنا بركي بتتعرف علينا، ففرجيتها صورهم كانوا كثير انه كبار هن يعني 60 و50 وهيك، فاول ما فرجيتها الصورة صارت تقول لي كيف لقيتيهم، دغري عرفتهم لاولادها. يا لطيف، هذا اللي صار. يا لطيف داليا، هيدي يعني القصة كثير أثرت فيي وكانت كثير حلوة، ورجعتي تبعتي عرفتي أكيد بكونوا إجوا شافوها إجوا شافوها وتوفت من بعدها بكم شهر، لا بس إنه شافتهم. حرام. بكوخنا يا ابني بهالكوخ الفقير، والتلج ما خلى ولا عودة حطب.
يعني انا محضره الغنيه على اساس الاسئله الباقيين، بس فاجأتينا بهيدا الجواب، ويعني طلع عملتي خير على جهتين، وجهه يعني بعد كثير مهمه بدون ما اتلتها للمره. انا فكرت اتلتها للمره. لا بالعكس، بس هي شفتهم بالقناه، كانت كل يوم تدعي وتصلي انه تشوفهم قبل ما تموت، والله استجاب لها. يعني تخيل انه تركي اولادها صغار تشوفهم بعمر ال 60 سنه تعرفهم. بعرف انه عم بمزح. ملحم رياشي اجى هلا تويت بيقول ليش كل السياسيين بس بيطلعوا بحديث البلد بنشوفهم مهضومين، وبس نرجع نشوف ادائهم على الحقيقه ليه انه ما تغير شيء. طب بتاعوا عملوا كل شيء مع القانون. حديث البلد هو برنامج مهضوم بركي، مشان هيك يمكن بالاداء يمكن سائلين كثير نحن. لا مش لا. عم نح... مش, مش, مش انت بالذات عم بيحكي، عم بيسالوك لك عن السياسيين عامه، صار عم 225 حلقه يعني. بركي دورنا سائل على رد زياد رحباني، مش نحن السائلين. هيدا الجواب. داليا، صورت مؤخرا هذا بخصوص ميشيل يمكن يقدر يساعده، 30 حلقه قدمت فيها عمليات تجميل، بس بعيد من هون لاشخاص مشوهين قبل ما ترجعي لبرنامجك الاساسي، شو اللي اخذك على التجميل؟ اللي اخذني على التجميل انه خلال تصوير ببرنامجي انه تثاقب بيطلع لي حالات انه كثير ناس بحاجه لعمليات انه ترميم، واوقات صادفني مثلا ناس ما عندهم اسنان وهيك، انه حكيت مع كذا حكيم. مش دائما حالات مشوهه، اوقات حالات يعني بس انه عضويه يعني بس اكثر شيء حالات انسانيه طبعا إنسانية. تجميل يعني ما بعرف. صح اكيد يعني مش الاشياء الضروريه تحسين اللوك يعني. ايه اكيد. نعم. فبدي وجه تحيه لكل الدكاتره اللي ساعدوني ودكتور نصار كمان. يعني بتقولي انك اتجهتي لهالمجال لانه شوي اسرع، يمكن لانه بين ترميم البيت يعني ما بيتلحق يمكن بين اسبوع واسبوع. فكرت هيك انا انه لهون شوي على حالي، لانه كل جمعه انه تظبطي بيت وتصلحيه شغله كثير صعبه، مش هينة وكل يوم ركض بركض، فقلت بريح حالي بالعمليات اللي انه مع الدكتور اللي عم بعملها، بس كانت شغله كثير مزعجه وثقيله لانه كنت عم فوت كل الوقت على اوضه العمليات واحضر العمليه واوقات ساعد الحكيم. يعني ضعفت لي شيء 4 كيلو يعني عملت الشوك اللي لازم تعمليه. داليا اللي لازم تعمليه اذا عم بدك تدرسي طب، بس انت منك مجبوره. داليا انت زوجة رجل الاعمال اللبناني جاد صوايا من سنة 2007 ووالدة التوأم آية ونور اللي صار عمرهم 9 سنين، ومؤخرا شفناك بزيارة معهم للفنانة نانسي عجرة اللي بتربطك فيها صداقة، شفنا صورك وتغطية اعلامية. اليوم بتقولي انك بتشتغلي 24 على 24، بس صرحت انك بتحبي التمثيل، معقول نشوفك بشي دور عن قريب؟ لهلا ما في يعني بعد يعني ما في دور لا، بس ايه بحب التمثيل انا ما عندي. يلا لا صار معك قالين هيدا قالين قالين عم تكتب مسلسل وميشيل عم بيطبقها انه تاخده على المسلسل، بس ما راح تاخده. لا اكيد داليا راح تعرض عليه على الفيلم. انا بالفيلم انا وقالونا، بس انه اكيد معنا بالاشتراك مع داليا. ايه بالاشتراك يعني بتصير انت وانا، يا ريت عنا سكريبت. يعني داليا عن جد بنتمنى لك التوفيق، كل الاعمال اللي عم تعمليها خيريه وخيره بمبادره منك ومن جمعيتك شخصيا. قمت مؤخرا بزياره لخيم النازحين السوريين لتوزيع المساعدات، واليوم مستمره بنشاطاتك الخيريه من خلال جمعيه داليا والتغيير، وبرنامجك التلفزيوني مكفى لمواسم قادمه اذا الله راد. ان شاء الله. وان شاء الله طول. ان شاء الله يا رب، وان شاء الله بنشوفك على الشاشه بدور مثل يلي انت بتحبيه وبتحبي تظهري فيه، وكون دائما هيك مكلل بالنجاح. شكرا كثير، وبعرف انك كثير يعني صار وقتك ضيق. بون فواياج، لوين رايحه فينا نعرف؟ باري. على باريس. لكن بون فواياج و
مشوا معي. ايه الله معي. كان رح نوصيك على شويه اغراض هلا ببعث لك اياهم بالواتساب. على الواتساب. يا ريتني ما جيت على الحال. يلا باي. بس انتبهي لانه الليله سمعنا انه صار في مثل اتنطاع على الشانزليزيه، فانه جربوا ما تمرقوا من هونيك من هيدي الطريق. حلو كثير. يعني اول مفرق على اليمين الشانزليزيه كفي دغري فوتي على شمال في بنايه ازاز. اوكي بتخبى هونيك. اوكي. لا حقيقه لانه روحي بتجي بالسلامه بقلب ريق. في ضحايا والشانزليزيه مسكره. بتحكي جد؟ في ضحايا، بس على كل حال احنا ما بقى نخاف لانه نحن هون بين فشخه وفشخه بتصير الامور، فتحققي واسالي. صار لبنان امن من اوروبا ومن امريكا، بدعي الجميع يجوا على لبنان. يعني ان شاء الله دائما يكون امان. شكرا كثير داليا، واعملي استفسارات.